جدا جدا جدا. أخبركم هذه القصة، والقصة حقيقية معي أنا شخصيا. كنت في قسم التسجيل اللي في النباعة في الشارجة، وأنا طالع لقيت وحدة متنقبة من الجنسيين بعد الدوار، لأن الجو حر وهذا. قلت لها تفضلي، قلت ما دام أن مسافة كيلو بوصلها. المهم وصلتها، أقول لها انزلي، تقولي ما بنزل. أقول لها انزلي يا بنت الحلال، قالت لي ما بنزل، أنت ركبتني وانت ناوي تختصبني وانت تسوي لي، وتبلت علي حقيقة. والله يا جماعة الخير، هاي قصة حقيقية ولا من الخيال ولا من أي شيء، أنا أتكلم بواقع حصل معاي أنا شخصيا. المهم يا جماعة الخير، قلت لها انزلي، قامت تشقق ثيابها وتطلع يعني الله يعزكم عورتها، ويعني سوت لي فضيحة وصوتها عالي، يا تعطيني فلوس يا أني أنا بفضحك. والله أنا كوني يعني ريال من إمارة الشارجة ومعظم الناس يعرفوني، يعني والله خفت على سمعتي أني بوصل المركز وكذا وهذا. قلت له أنت محتاجة يعني، كان قلتي لي أنا بعطيك البيزات بدون ما تصرخين وتسوي لي المسلسل هذا، وأنا عارف أني أنا يعني واحد من الضحايا، عارف الموضوع، لكن خوفا على سمعتي أني أسير المركز وكذا. والله أعطيتها يا جماعة الخير 200 درهم، قالت والله ما برضى إلا اللي في جيبك كله. المهم يعني أكون واضح معاكم وصريح معاكم، أعطيتها المبلغ اللي كان في جيبي حوالي 815 درهم، خذت عني. أقسم بالله قالت لي يا كلاب عندكم بيزات زي الرز، مثل الرمل، عندكم بيزات مثل الرز، انزين، وتركبون أحسن السيارات. طلعت إنسانة حقودة وحاقدة علينا نحن كمواطنين وخليجيين، حاقدة علينا. فيا جماعة والله العظيم هذا الفيديو يعني، حتى كلمت ربعي قالوا لي أبو سلطان ليش ما اشتكيت في الشرطة؟ قلت لهم والله أنا عمري لا دخلت المغافر ولا أعرف الشرطة ولا أحب أفتح قضية ولا أسوي. المهم يا جماعة الخير، أنبهكم أي وحدة تلقونها تقول لكم لو مسافة 100 متر لا تركبونها. يوم خبرت الشباب بهاي القصة، والله طلعوا 2 من ربعي بنفس السالفة. فيا جماعة الخير، إذا ويانا حد من الشرطة أو التحريات، يا ليت والله يهتمون في هالموضوع ومن هاي الفئة، يعني طايحين فينا نحن كمواطنين، يعني يستغلوننا استغلال غير طبيعي. وجزاكم الله خير. هذا الفيديو فقط ان يا شباب احب انكم تنتبهون وما تطيحون في الموقف اللي انا طحت فيه، لان انا ريال متزوج وانا ريال خايف على نفسي صراحة، ما حبيت اروح المركز يعني، والله يلسى تتبلى علي باشياء اعوذ بالله منها. وجزاكم الله خير.